تعرف الجزائر هذه الأيام تقلبات جوية ستكون البيئة المناسبة لانتشار الأمراض التنفسية المعدية والتي نعيش حاليا ذروتها على غرار السكان بأعراض كانت ثقيلة على الكثيرين. وهذا هو الجو المناسب لظهور الأعراض تاع الأمراض التنفسية المعدية ومنها خاصة تاع الفيروسية تاع فيروس تاع لا غريب لأنه يقدر ينتشر بسرعة. وحنا نعرفوا باللي السنوات اللي فاتت كانت سواء السنوات اللي فيها كوفيد 19 وإن كانت هناك حماية نقدر نقولوا خاصة للناس اللي تقي من انتشار الفيروسات، والعام هذا رانا ندخلوا في فصل الشتاء بدون أي حماية، وبالتالي هذا يساهم في انتشار الفيروسات بسهولة وبكثرة ويلقى جسم الإنسان اللي هو ربما يكون أقل مناعة من السابق. اشتباه أعراض هذه الحالات بأعراض كورونا دفع المختصين للجوء مرة أخرى لاختبار كوفيد على الحالات المشكوك فيها. كل حالات يعني المشكوك فيها تبعث على مستوى معهد باستور للتشخيص، ولحد الآن يعني هي يعني عندنا بعض الحالات على الكورونا يعني حالة وحالتين وخاصة يعني صفر حالة عدة أيام، ولهذا يعني فيه تشخيص مباشر بالكوفيد والزكام، يعني لحد الآن يعني ما سجلناش حاجات يعني حالات خطيرة من الزكام. نقص المناعة لدى عديد الجزائريين فتح المجال لهذه الأمراض التنفسية المعدية أن تتشبث أكثر خلال هذا الموسم بأعراض متعبة للكثيرين.